منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. بديكم الناس الكل، هذا موعد جديد من منتدى الحياة. من تو نبدأ معكم المشوار حتى للأربعة متاع العشية كما العادة، كما تعودتوا بينا نجيوكم من الاثنين للخميس بمختلف المواضيع الاجتماعية اللي تهمكم واللي ديما تشغل بالكم. معكم من قدم الميكرو كما العادة سوار بن حميدة، يرافقني اليوم الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. الصحة بخير أستاذ في فورما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. نحيي ومحمد سيف الجنبو العريس في الكوتي تكنيك كوتي ديجيتال تكنيك إمنا بوخيط اللي أمنوكم البث المباشر من توا حتى للأربعة متاع العشية. أنس الهمامي ديما في استقبال تليفوناتكم على 70 35 120. موضوعنا لليوم اللي اخترناه أستاذ باش نحكيه وعليه هو خلينا نقوله اليوم مرض العصر الاكتئاب. بعد شوية طبعا نحكي معاك معناتها في أما خامة نحطوه اكتئاب مرض اضطراب، شنو معناتها الاكتئاب هذية شنو يكون. وبرشة الحقيقة استفسارات تجينا من عدد من المواطنين اللي عندهم برشة استفسارات حول الاكتئاب، اللي يسأل شنو الفرق بينه وبين القلق، بين الاكتئاب والحزن، علامات وأنواعه، الأسباب، مضاعفات الاكتئاب، وكيفاش نتعامل مع الشخص اللي يعاني من الاكتئاب هذية. الحقيقة اليوم الأرقام خليني نقول مفزعة في الموضوع هذايا. أكثر من 500 ألف تونسي يعانيوا من الاضطرابات النفسية الناتجة عن الاكتئاب، والاكتئاب هو في صدارة الأمراض النفسية اللي اليوم يعانيوا منها التونسة. هذاك علاش اليوم قررنا نحكيه على الموضوع هذايا، والأهم هو ديما هدفنا من خلال البرنامج هذايا هو تغيير المعتقدات الغالطة، التعريف الصحيح للاكتئاب، الأسباب. اليوم برشا ناس ما يفرقوش بين الاكتئاب وبين مختلف الامراض النفسيه الاخرى. اليوم الناس حتى في الشارع كي نسالوا معناتها عدد من المواطنين اللي هنا في القيروان والا في مختلف الولايات ما يفرقوش بين الاكتئاب، ما يعرفوش في ام وقتاش نحكيوا على اكتئاب وقتاش نحكيوا على مشكله نفسيه. ذاك علاش اليوم حبينا نفسروا الاكتئاب للناس اللي يسمعوا فينا. نحبوا نسمعوا استفساراتكم ونحبوا نسمعوا تساؤلاتكم في الموضوع هذايا باذن الله. استاذ اليوم نحاولوا نعرفوا الاكتئاب اعراضه، علاماته، اسبابه وطرق العلاج منه إن شاء الله. هو كما أتلفت وقلت أنه أحد أمراض العصر مش بركة في تونس، في كل على مستوى عالمي أكيد. مستوى عالمي يمكن يتصدر معناها كل هال يمكن وتيرة الحياة اليوم. بديت نعطي في بعض الأسباب على الأقل وتيرة الحياة السريعة، الواحد ما عادش عنده مقدرة باش يستوعب كل التطورات اللي جينا في حياتنا الاجتماعية والعلمية والتعليمية، ولا كأنه الإنسان يركض وراء عدم القدرة على الاستيعاب ومتطلبات العصر، لأنه مطلوب منا أداءات متسارعة تخلي الإنسان بعض مرات كأنه نقولها كأنه بعض مرات يراود الإحباط. إذن وضغوطات النفسية هذه كلها مسببات لكن مش واحدة. الاكتئاب بينجم يكون عنده كما كنت نقول أسباب اجتماعية، وتنجم تكون أسباب نفسية معناها مرافقة لأمراض نفسية أخرى، وتنجم تكون عندها أسباب بيولوجية فيزيولوجية وحتى نجم نقول جينية، نجم تكون وراثية. هذه كل أعراض مختلفة أو أسباب مختلفة تنجم تلتقي مع بعضها، وتنجم كأسباب تكون أسباب هي منطلق هالمرض هذا. عافانا وعافاكم الله. هذا اللي باش نحكي عليه اليوم بأكثر تفاصيل من توا حتى للأربعة متاع العشرين. عاود نذكركم ديما طرق التفاعل معنا والتواصل ديما على 70 35 120، سينو تنجموا زادة تخليو مساجات، تنجموا زادة تتفاعلوا معنا بالكومنتارات، تخليونا لي كومنتار تحت الفيديوهات المباشرة اللي تلقاوهم على باج فيسبوك الحياة فيم. اخترت لكم أغنية كارول سماحة انسى همومك. ديما الأمل متواصل حتى كان فما أرقام كبيرة للناس يعانيوا من الاكتئاب، ديما نحاول
نحاولوا نكونوا ايجابيين. اكيد هو هذه احد البدايات الجيده اللي بديت بها انت. انه في مثال لو يستعمل في مكان ثاني، لكن نقول عوضا نلعن الظلام نشعل شمعه، نقول الظلام اذا الظلام نقارنه بالاكتئاب، هالافكار السوداء والافكار السلبيه وكذا في داخل، لما نكون في عرضه لهالافكار السوداء والاكتئاب ضروري انه نعمل نبعه الامل، نبعث حاجة فكرة إيجابية صغيرة ويمكن أن نكبرها، وذلك يمكن أحد الأشياء اللي تخفف ويمكن تعالج. إذن الأغنية وإحنا مش نحاول أفكار إيجابية والأمل، هذه أحد بلسم هالوضعية الاكتئابية، وإحنا نحاول نبعث الأمل للمستمعين من خلال الأغنية هذه. نرجو لكم ما تبعدوش بعيد، ما تبعدوش موجة ديما، خليكم معنا على 93.3 منتدى الحياة. منتدى الحياة دقيقة المشوار يتواصل معكم حتى للأربعة متاع العشية. نعاود نذكر الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع، موضوعنا لليوم الاكتئاب. اليوم باش نتعرفوا معكم على الموضوع هذي، باش نطرحوه من جميع الجوانب، ساعة باش نعرفوا شنو هو الاكتئاب، مرض اضطراب نفسي، العلامات متاعه اللي تظهر على الشخص المكتئب، أنواع الاكتئاب زادة، وأهم الأسباب اللي تكون هي وراء الاكتئاب هذي، كيف زادة باش نتعرفوا على مضاعفات الاكتئاب وكيفاش نتعاملوا مع الإنسان المكتئب. قبل ما نبدأ معك الأستاذ ونعرفوا الاكتئاب شنو، حبينا نبدأ الحصة باستفسارات المواطنين، الناس اللي ديما نحاولوا نكونوا قرب منهم في الشارع لهنا في القيروان، ونسمعوا صوتهم واستفساراتهم. مش نسمعوا الاستفسارات الأولى من عند المواطنين وبعد نرجع معك للاستوديو. حس انه قاعدة نعاني من اعراض الاكتئاب، لكن ما نعرفش اذا هذا هو اكتئاب ولا ذاك، علاش نحب نسأل سي فيصل الاكتئاب قديش يقعد، قديش يدوم، وشنو هي اعراضه، حتى ما زلت مانيش فاهمة روح اذا انا بالحق قاعدة نمر بحالة اكتئاب ولا هي حالة نفسية وباش تعدى، ونحب نعرف شنو ما الحلول، كيفاش نجم نتجاوز الحالة هذه. هذه الاستفسار الأول من عند المواطنة اللي تقول الاكتئاب قديش يدوم الفترة متاعه والأعراض متاعه الأساسية. هي سؤال مشروع ويمكن يتضمن الإجابة. إذا حالة ما زالت طارئة، يعني طارئة على الإنسان، فجأة دخل في حالة حزن مفاجئ، نجم تكون المسألة متنجم ولا إنسان في الدنيا نجم يقول هذا مش تدوم ولا تقتصر. إحنا وأسباب سموا الديكلانشور هم الأسباب الباعثة لهذا الحزن لهذه الحالة. شنية نرى حالة متعودة عليها، لأنه الاكتئاب المرضي هو حالة دائمة منذ الطفولة، يكاد يكون تبدأ الشعور به والانغلاق والانزياء والأفكار السلبية والإفرازات الفيزيولوجية متابعة له، تبدأ من فترة بعيدة وتلازم الإنسان. مشكل الاكتئاب أو المشكل مع الاكتئاب أنه ما عندوش أعراض جسدية واضحة. أنا هينجم كثير ناس عندهم حالات اكتئاب وداخلين في حالة اكتئاب، لكن ليس لهم أعراض جسدية عينية ينجم يشوفها الإنسان ويعينها، ولكن تلقاه ملازم لأفكار سلبية ويشتكي. واحد يشتكي من زوجته أنه دائما تعكنن عليه حياته مدام عايش، واحد يشتكي من العمل لأنه عنده شيف دو سيرفيس ولا رئيس قسم ينسب عادة أنه الناس نقول الاكتئاب الغير المعلن أو الغير المفخوش به، أنه ينسب حالته الإحباط اللي يعيشها والفشل ينسبها إلى أعراض خارجية، وذي كثير من الناس في المجتمع. إذن حالات الاكتئاب نجم تكون موجودة ومختفية وراء كما قلت أسباب إحنا ننسبها إلى الخارج. حالة الاكتئاب هي ما نسميه ديسفونكسيونمون، هو اضطراب في النورو ميدياتور. النورو ميدياتور هما ليزورمون اللي محتاجهم المخ باش يعطي حالة للنورو ميدياتور، كما سيروتونين هو مسؤول على النشوة في العيال، الدوبامين هذم اللي ميديا نورو ميدياتور بعد مرات يقع فيهم اضطراب
والنيرون ما عادش يخدم او المخ ما عادش يخدم بشكله العادي باش يوصل الى حالات النشوة ولا الفرح. فما نوع من الاضطراب في هذا، وذا فين بعض حالات الاكتئاب لازمهم مرافقة طبية وبعض الأدوية لفترة زمنية. الاكتئاب نقول ديبريسيون ماسيف اللي لازمهم مرافقة طبية، وفي نفس الوقت الاكتئاب الحاد يلزمهم مرافقة طبية باش يعدل في مسألة الإفرازات الهرمونية داخل الجسد ويعدل المزاج داخل الجسد، وفي نفس الوقت ينجموا يرافقهم بسيكوثيرابي، علاج نفسي بالاسترخاء، فما الإبنوز المغناطيسي، هذه يساعد البسيكوثيرابي تساعد في استعادة أو صياغة نفسيات أخرى وتوازنات نفسية تساعد الجسد على أنه يعالج هالظاهرة هذه، ويمكن يقلل وقتها من نسبة الدواء اللي ياخده. هذا فيما يخص معناتها الاستفسار اللي جينا من مواطن. يبقى فما حالات كما قلت حالات اكتئابية ترافق بعض الأمراض النفسية مثل ثنائي القطبين بيبولير. نجم تجي حالات ديبريسيف وبعد تجي حالات إيفوريك ومعناها فرح، معناها هذه إيبوزوديك. فما حالات اكتئاب ما نسميها موسمية، بعض مرات نقص في الشتاء، نقص الذي يعرفوها في أوروبا أكثر لأنه نقص الإضاءة والشمس تنقص كثيرة، الجسد ما عادش يتفاعل مع نقص الإضاءة هذه ويصبح كأنه يقع الاضطراب اللي كنت أقول عليه في حالة اكتئاب الموسمي. هذا الاكتئاب الموسمي اللي تقع الإفرازات في داخل الجسد تقل من ناحية السيروتونين والدوبامين، ويقع نوع ما من الاكتئاب الموسمي هذا دوم حالة الشتاء، يعني يرتبط بالمواسم. أني قلت لك وخصوصا نقص الإضاءة. هذا فينا أنه ينصح اللي عنده حالة الاكتئاب أنه يشعل حتى الضوء الارتفيسيال هذا، يكونش في حالة ظلام، ما يدخلش لأنه الظلام يزيد يعكر المزاج ويزيد يغرقه في الأفكار السوداء. أستاذ الاكتئاب الموسمي معناتها ما ينجمش يكون اكتئاب حاد لأنه عنده ظرفية زمنية معينة ما ينجمش يكون متواصل، ما نجموش نحكيه على اكتئاب حاد في هذا هو هذا علاش أنا نقول الاكتئاب. السؤال المتدخلة سؤالي الأول ليه إمتى بدأ الاكتئاب وشنو الحزن بعد فراق أو بعد حداد، معناه فقدان حد عزيز أو فقدان عمل أو فما وضع اجتماعي واختل. طبيعي أن الناس كل تعرف مسألة الحداد لدوي ما نسميه بالفرنسي لدوي، طبيعي الناس تعرف الحزن، والحزن في اللغة العربية احنا من نسميه الحزن الجليل. الحزن الجليل رسولنا عليه الصلاة والسلام عاش نسميه عام الحزن، عام كامل فقد فيه زوجته خديجة، فقد عمه أبو طالب، معناها بعض المرات تجي تتواتر بعض الأشياء الموضوعية اللي تدخل الإنسان في حالة حزن لأنه حالة حداد، وهذا مش حالة مرضية، معناها حالة طبيعية في حياة الناس، والحزن مش حالة مرضية، يبقى عنده أسبابه. هذا عنده أسبابه. الاكتئاب المرضي هو اللي ما فماش أسباب ظاهرية، كأنه ما فماش أعراض جسدية، ولكن الإنسان يعيش في حالة إحباط وأفكار سوداء. يعني يا أستاذ الاكتئاب ينجم يكون ما عندوش أسباب مباشرة كما كنا نحكي. هذا هو ينجم كما قلت وراثية جينيتيك، معناها وراثية، فما عائلات يتوارثون هالمزاج هذا السلبي والمتعكر يرثون. بطبيعة الحال هالوراثة دي لازمها ديكلونشر، لازمها حاجات، معناها بعض التجارب مبررات، يشوف فيلم
فيلم يتفرج في فيلم وفيلم فيه أشياء محزنة وحزينة يمكن يولد عندهم الحالة ذي ويستفزها وترجع وتمتد أكثر. الحالة الحزن تمتد أكثر من واحد طبيعي قاعد يتفرج نفس الفيلم ويمكن ما تأثر بعد الفيلم يمر إلى شيء آخر. اللي عندهم قابلية نسميها قابلية للحزن والاكتئاب مش يلتقطوا هالإشارات المحيطية من المحيط ويعظموا بها حالتهم المرضية اللي تستفزها حاجة. كما واحد عنده قرحة ويأكل حاجة قارصة فجأة الوجيع تكثر وتتكاثر معها. به حالة الحزن نحن وإحنا نحكيه على الحزن، حالة الحزن قديش نجم تدوم وحالة الاكتئاب قديش نجم تدوم؟ هذه ما حتى تحديدها هي المسألة كلها، هل هي دائمة أو تفوت تمر علينا لفترة زمنية معينة أي كانت الوقت. لأنه أمام الحداد مثلا إنسان يفقد شخص عزيز والده والدته وابنه تنجم تدوم أنت والأشخاص في نفس العائلة. فما إنسان بعد 40 يوم يتجاوز. يخرج ولأنه هذه طبيعة الثقافات في المجتمعات كلها أن تخلق أدوات ثقافية واجتماعية وعادات وتقاليد باش تساعد الإنسان على تجاوز الحاجات الصعبة وتعظم الحاجات كما العراس تعظم الحاجات الفرحة. من الحاجات اللي يمكن خلقها مجتمعنا لمساعدة ناس اللي يفقدوا ناس عزيز عليهم وهما هاللمة الاجتماعية، أنه في الوفاة المجتمع الكل يتجند للعائلة ويواسيها ويرافقها، ما نسميه الخلجات والأربعين يرافقوا العائلة لفترة زمنية اللي توقف على رجلها وتتعدى وتمر ويرجع حياتها. إذن فما مساعدة مجتمعية باش يساعدوا الناس أنهم على التجاوز. فما اللي ما يلقاش المساعدة أو المساعدة ما تولموش. وانت وشخصية الإنسان في شخصية لكن الشيء الوحيد فما اللي أشياء مثلا الإنسان يفقد عمله، يفقد شخص عزيز، والداي نسميه الداي إنشفي هو الداي الحداد المنقوص، لأنه في داخل الحداد وهذا أشياء لا واعية تثير عنده جروحات من الماضي الطفولة ولا من أشياء انساها وبقات تراكمات في الطفولة وبقات في اللاوعي وما نجمش نحددها بحدث معين. ما نجمش نقول مونيا لأنه صار فيا أنا عمري 3 سنوات والدي سافروا ما غير ما يقولوا لي وأنا فكرت أنه فقدتهم. معناها فما أشياء جروح من الطفولة تتحير في لحظتها بلحظة مناسبة حداد معين يتحيروا جروح سابقة غير مرصودة وغير منظورة، وهذه تعكر مسألة الحداد أو وتيرة الحداد وما تخليوش يمر بفترة زمنية معينة مثل ما هو سايف في المجتمع. تدوم معاه بعض مرات لسنوات، بعض مرات، وهذا مش كل اكتئاب نتيجة صدمات نفسية، بعض مرات صدمات نفسية. شنية صدمة نفسية؟ هو حدث مفاجئ مش قادر المخ أنه يستوعبه في لحظتها، تقع نوعا ما مفاجأة. بعض الصدمات النفسية احنا ما ننتبهلهاش ولكن تدوم ويمكن تركن في داخلنا وتعمل حالة اكتئاب من غير مرصودة غير معروفة للمحيط. نعطي مثال، طفل صغير ماشي للمدرسة، وقبل احنا كان عندنا يقولوا المغاربة يجي ويخطفوا الأطفال باش يسحروا بهم. إذا يشوف واحد عنده لحية وسبها ويفكروا أنه هذا الحكاية اللي سمعها في دارهم عن المغاربة، اللي يمكن يصدم بالمنظر هذايا وتسيبه خوف ويمكن تبول ويمكن الصدمة ذيك والأهل يقللوا منها لأنه حادث ومر، لأنه ما تعرفش لاعتداء، لكن تبقى في مخيلة الطفل صدمة ضروري علاجها. وإذا ما نعالجوهاش يمكن بخوفا المجتمع هو اللول يخباها في مذكرته ولا ينساها
ولكن تبقى فعلة. هالصدمات الصغيرة اللي بسيطة نعطيه حدث بسيط وما عندوش عواقب، يمكن شفت حادث طريق أمامي واحد مات في الكياس قدامي، هالأحداث الصدمات الصادمة هذه على المخيلة الإنسان أي كان عمره يمكن تحدث بحد ذاتها أو تحير كوامن اكتئاب كما قلت جاي من أعماق تاريخنا الشخصي، أو تحير اكتئاب وراثي، أو تحير اكتئاب في المخيلة على كل حاملين في المخيلة أو في اللاوعي وجاي من بعيد من أجيال أخرى. هذه أسبابها متعددة، أنا كل هالأمثلة نعطي فيها باش نقول ما فماش سبب واحد محدد للاكتئاب، وما فماش فترات زمنية النجم إلا الأمراض كما قل الاكتئاب المرضي هذا لأنه امتد عبر سنواتنا. لما نشوف روحي من عامين وثلاثة وعمري 20 سنة وعمري 15 كنت عندي هالحالات الأفكار السلبية والحالات الاكتئابية، نعرف وقتها أنه مرض لأنه دايم معايا. الأشياء الموسمية أو الاكتئاب اللي له مرتبط بحدث معين مرتبط بالحداد هو أشياء يعرفها الإنسان ويخرج من الحداد، والبلسم ينجم يكون في حياته اليومية. هذا فيما يخص الأسباب الاكتئاب. تتفاعل معنا مدام روضة الكبيري بالكومنتير تقول أنه المشكل في عدم الاعتراف بوجود المرض ورفض العلاج منه. هذا كومنتير تكتبهنا مدام روضة. مدام روضة كنت حاب تشارك معنا في المباشر تكلمنا على 70-35-120 وانتم زادة نجموا تتفاعلوا معنا مطلثة غير ربعة. تحية لمدام روضة لأنها دائما مستمعة دائما للفروم ودائما متيألي في كل فروم تتفاعل معنا. ويمكن كومنتار على نعيد لمدام روضة أنه فما ناس يرصدوا الاكتئاب في حياتهم وضروري ويفكروا أنه باساجي ومش يتعدى ولا ما يفهموش، ضروري أنه يمشي ويشوفوا طبيب باش يطمئنوا لهذا. وفما ناس عندهم الاكتئاب ومش فاقين به، يعتبروه هذاك مزاج حياتي، يعتبروه هذيك طبيعة الحياة، يعتبروا لأنه الحياة صعيبة إذا ما فماش أسباب للفرح. فما ناس حاملين الاكتئاب في داخلهم، وأكثر توانسة حاملين الاكتئاب ما غير ما يثقبوه أو يوصفوه أو يشخصوه كاكتئاب. يبقى الإنسان اللي عرف في داخله فما اكتئاب ويعرف نفسه أنه هو حياته معكرة وأنه حالات الحزن دايمة معاه، ضروري أنه المحيط يساعده باش يمشي يشخص هالأمور ويساعده على أخذ الأدوية، لأنه ما فماش حالة طبيعية مرض طبيعي أنه نعيشه معه. طبيعة الإنسان أنه يعيش في توازن نفسي، في فرحة ويفرح مع الفرحة ويحزن مع الحزن، علاش لا يكون طبيعي ويتأقلم مع وضعه الخارجي. إذا شاف أنه ديفازي المحيط حوله فرح وهو في كآبة يقول أنه فما إشكال في هذا الإطار، ضروري أن نطلب معالجة خارجية. هذا باش نزيدوا نحكيوا عليه معاك بأكثر تفاصيل، باش نجاوبوا زاد على استفساراتكم حول الفرق بين الاكتئاب المزاجية الاكتئاب والحزن، المضاعفات متاع الاكتئاب على الشخص المكتئب، وكيفاش زاد نتعاملوا مع الشخص المكتئب، كيفاش زاد طرق العلاج من الاكتئاب. خليكم مع أغنية روحي نسمة لجورج وسوف ونرجع لكم، ما تبعدوش بعيد، ما تبدلوش الموجة. منتدى الحياة. منتدى الحياة. شكرا لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعة الحياة فام على 93 في مختلف معتمديات القيروان. هذا أنتم قاعدين تسمعوا في منتدى الحياة. مازلنا مواصلين معكم المشوار من توا حتى للأربعة متاع العشية. نعود نذكركم أنه موضوعنا لليوم الاكتئاب، كنا بدينا نحكيه مع الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، حكينا على أسباب الاكتئاب وحكينا وسمعنا زيدا برشا استفسارات لمواطنا. مش نسمعوا استفسار آخر أستاذ فيصل وبعد نرجع معك للنقاش إن شاء الله. جيني فترات في حياتي بلوتو مش فترات، معناها نهار في الجمعة تنجم تقول أني ننزوي مع حالي ونقعد كيما نقولوا، معناها فترة نقعد نسمع في روحي نقول اسكو الحاجة ذيك اللي عملتها ولا القرارات اللي خذيتهم معناها في الجمعة هذيك اسكو صحاح ولا تعبني شوية. تحس هالحكاية ذيك نقعد هكا تقعد في مخي ثلاث أيام نهارين كل شيء، معناها اسكو تنجم تكون مرحلة معناها تتعدى وإلا حاجة عادية وإلا شنو ترى وانتو؟
أستاذ، هذا كان استفسار للمواطن يقول أنه يعيش فترة من الاكتئاب مرة في الجمعة، نسميه اكتئاب هذا؟ شايف دائما كل تشكي أو وصف لحالة لازم أسئلة محيطة تستبين معناها كيف تأتي. توم مرلولة قال مرة في الجمعة جيني نوقف مع نفسي ونشوف الأشياء عملتها صحيحة ولا، بعد قال تبقى معايا ثلاثة أيام وأكثر. إذا المسألة لازم استفسار أكثر. أنا باش ما نغلطش الناس بصفة معينة نقول هذا اكتئاب أو غير اكتئاب. بعض مرات ما نسميه أنكيت ولا معناها لازم بعض الأسئلة لتعميق. أستاذ سامح، أنا سؤال معناتها سؤال خارج معناتها في نفس السياق ولكن على لساني أنا، معناتها هل أنه الإنسان وقت اللي يختار أنه نهار في الجمعة يقعد فيه وحده ويراجع قراراته، هذا كان موضوع نحكينا فيه كيفاش نستغلوا شهر رمضان وفترة الصيام باش نقعدوا مع أنفسنا ونراجعوا رواحنا، هذا يسمى اكتئاب؟ شفت هذا مش اكتئاب لأنه نقعد مع نفسي، هل هي فترة تأمل داخلي وهذا نسميه تجديد الطاقة، الإنسان محتاج يوم من الأيام. هذه حاجة طبيعية وهذا حاجة طبيعية، وذلك علاش تجعلك الويكند الناس اللي يخدموا باش سامدي ديمانش يرتاحوا ويلتقطوا أنفاسهم ويرجعوا نهار الاثنين بطاقة متجددة. إذا اللي يقول واحد نهار واحد أنا نختلي به نفسي ونراجع نفسي أو الرجعة عملية، تنجم تكون حالة ما مش مرتبطة بالاكتئاب وإنما مرتبطة بالتأمل، ويمكن تكون حالة اكتئاب مخفية كما قلت بكري. كثير من التوانسة يعيشوا اكتئاب مرضي ولكن مش فايقين به، معناها لأنه يوصفوه توصيفات أخرى. الناس اللي شاعرة بحالة الحزن والإحباط وفقدان الطاقة والأفكار السلبية ونقص في النقص في 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 النوم، اضطرابات النوم واضطرابات الشهية، هذه كل أعراض تنجم تواكب الاكتئاب وتنجم تعكر. الناس اللي يشعروا بالشيء هذايا وإذا دام معناها مسألة دامت بشكل متواصل لمدة 6 أشهر، مش نعطي 6 أشهر اللي فاتت 6 أشهر هي حالة مرضية، نجم وقتها نقولوا هذا تستوجب أنه الإنسان يمشي العلاج، يمشي يشوف يشخص الأمور مع طبيب نفسي أو مع معالج نفساني باش نعطي روبير في هذا الإطار. يبقى فترات التأمل وفترات، لأن فما ناس تعرف 50% من المجتمع انطوائيين، معناها يتغذوا أكثر بالتأمل وبالأفكار، هذم الانطوائيين مش نقدرين نقول عليهم مكتئبين. فما فرق، هذا هو الغير الانطوائي، فما ناس ما تتغذى الا بالعلاقات الاجتماعيه، يلزموا دائما يتحرك اجتماعيين برشا، ويمكن الحركه الكبيره تخفي اكتئاب، لانه حركه كبيره كانها مضاد جايه كبلسم باش لو ما تحركش الاكتئاب يرجع له ويلبسه ما يقعدش مع روحه. اذا تنجم تكون الحركه الكبيره، احنا نشوف نقول لك والله انسان عياش هذا نهار كله متحرك يمشي من واحد لواحد، وهي الحركه ذيك جايه كاني تخفي الاكتئاب اللي عايشه واللي كانه علاجه في داخله، يقولوا علاج ما يلزمش نبقى مع نفسي، لازم نخرج برا ونتواصل مع الناس، لو بقيت مع نفسي مش يسقط عليه الاكتئاب والطاقه نتاعي تخف. باهي استاذ، خلال 6 أشهر هذوما على الاقل من فتره الاكتئاب، مزاجيه الانسان باش يكون ديما مكتئب، مش يكون ساعات تلقاه فرحان ساعات تلقاه يضحك، باش يكون ديما تلت 6 أشهر هذوما يوم بيوم باش يكون ديما في حاله معناتها نفسيه خايبه. هي الحاله الدائمه كانه كل انسان كيف نشي. الانسان اللي متغير مزاجه معناه يفرح مع الفرح ويحزن مع الحزن، هذه امور ناس نقول اشياء طبيعيه، لأن فما اشياء موضوعيه. فما الاكتئاب المرضي تلقاه من غير سبب خارجي، بعض مرات ما يفهم هو نفسه ما يعرفش علاش، فجاه الناس كل فرحه هو جاته اخبار تفرح هو معكر جو، نقول يعني حتى كي تتوفر معناتها الارضيه الملائمه للفرح ما يفرحش، ما يفرحش، فما شيء حتى ولو ابتسم لكن فما شيء في داخله مش هي. معناها
هذه إذا دامت يعني إذا عرفنا السبب كما قلنا فما حالة وفاة فما حالة فقدان عمل مثلا الناس المعطلين على العمل نجم عندهم سبب موضوعي باش مزاجهم يكون معكر. هل السبب الاجتماعي ذي إذا دوم معاه وخلاه اللي أكثر من 6 أشهر أنا أعطيت الحالة القصوى اللي أكثر حاجة 6 أشهر هي الحالة في الأعراض كثيرة في أعراض القلق ولا يقول الدي اس ام 5 ولا الدي اس ام كل هذا المعجم المرضي اللي مضبوط في الولايات المتحدة وهو مرجعية لكل الأطباء ولكل المعالجين يساعدهم على التشخيص يحدد كثير من الأعراض إذا فاتت 6 أشهر تصبح أشياء سيبا من سمات الشخصية تصبح أشياء مرضية. إذا نقول الحالات الخارجية كما المعطلين عن العمل أو أسباب أخرى إذا دوم مع الشخص حالات الحزن وحالات الاكتئاب وحالات الأفكار السلبية إذا دامت أكثر من 6 أشهر ضروري الإنسان يستعين بمعالج نفساني أو طبيب نفساني. بس شنو الفرق بين الاكتئاب والمزاجي؟ المزاجي كما قلت لك بكري مثلا ثنائي القطبين مزاجية مع تلقاها تجيه فترات وهذه مسائل مربوطة حتى بالإفرازات الهرمونية ما غير ما يحددها هو لبوردرلاين بوردرلاين أحد الشخصيات الحدية نسميها متهيألي يعني الترجمة العربية متهيألي الشخصيات الحدية هي فما شخصيات ما غير عوامل مش العوامل الخارجية هي تحدد المزاج فجأة مزاجه يتغير من الحزن والكآبة بسبب ولا ما غير سبب إلى ما غير أسباب خارجية كأنه أشياء هرمونية فيزيولوجية داخلية وتصبح ميزة من ميزات الشخصية أنه يتغير مزاجه من غير sans effet annonceur sans déclencheur خارجي هو اللول ما وهذه كلها قادرة القادرة اليوم العلاج النفسي قادرة يعالج هالأمور ذي تصبح مسألة سينوزويد معناها تطلع وتهبط كالموج تموجية وأنا مازلت في حياتي المهنية معليش نحكيها تجربة للمستمعين في حياتي المهنية 43 سنة جاتني أدوليسانت عندها بوردرلاين ليزيتاليميت بالفرنسوية عندها المزاجية المتقلبة هذه جاتني قتلي فجأة اكتشفت حاجة فيها متلشنية قتلي اكتشفت أنه هالمزاج مش مرتبط بأحداث خارجية وإنما فجأة في قصبح نلقى روحي مزاجي متعكر وفجأة مزاجي يرجع رايق ونحب الحياة واكتشفتها انه اشياء سينوزويد معناتها كالتموج تقع بشكل دوري هي قلت لي وشنو قلت لي وليت نفكر من الان عندما تجيني الحاله الديبريسيف هذا الاكتئابيه في داخلي انا في مكتئبه وندخل في بيتي وننزوي على نفسي وانا في ذهني انه غدوه الامور المزاج مش يتغير انا المساله مش ما عندهاش أسباب موضوعية وأنه المزاج غدوة مشي قتل لفات أني نفكر أنه غدوة مزاجي مش يكون رايق ومش يكون أحسن تخليني هالفترة تعطيها الأمل والفترة الاكتئاب ولدت لاحظت أنها تقصر ولما تجيني الحالة المزاجية الرايقة نعرف أنه مش مجدوم لأنه مش مربوطة بأشياء موضوعية إذا نحاول نبروفيتي فيها بأقصى ما يمكن قلت لي فترة لاحظت نفسي وهذه سبحان الله عمرها 18 سنة من التأمل لذاتها شافت هالموفمون هذه وأصبحت تتحكم الفترة الكآبة تقصر فيها وفترة المزاج العالي
لان مش تبروفيتي فيها بكل دقيقه يكاد يكون، لان عرفتها مش تصحى في الفتره هذه كمؤقته اصبحت قتلي دوم، الفتره المزاجيه الرايقه دوم اكثر، والفتره الكئيبه دوم اقل لاني مربوطه بالامل، والفتره المزاجيه دوم اكثر لانه تبروفيتي بكل دقيقه فيها. هذه انسان ما عادش تقاوم في حركة المزاج وإنما تتفاعل معها وحاول تزيد على مشاعرها وتقلص في الحالات السلبية وتباعد أو تطور في الحالات الإيجابية. هذا إنسان ينجم، أنا دائما نحكيها المثال هذه لأنه فتاة صغيرة اكتشفت الموفمون، اكتشفت حركة وأصبحت مساهمة في حركة مزاجها والتعامل معاه بالإيجابي والسلبي بشكل ذكي. بيستاذ نقرأ لك تفاعل تكتب هنا كومنتير مدام روضة الكبيري، تقول من أسباب الاكتئاب هو فقدان الذكاء الاجتماعي، القدرة على ربط علاقات والتواصل مع الناس، فقدان الثقة في النفس والخوف من الآخر. شكرا لمدام روضة، ولكن أكيد نشكرها لكن بودي معنا. بودي احنا قلنا البرنامج هذا يصلح بعض المعتقدات الخاطئة واللي رايجة عند كثير ناس، متداولة بين الناس. خلينا متداولة بين الناس، كثير ناس يقول لك المكتئب نقص عزيمة، نقص إرادة، نقص ثقة في النفس، زاد يقول وثقة بالنفس، ويقولوا له تتحرك وتيمشي وكذا، وكأنه يدفعوا فيها انه يكسر الطوق، وهذه فكرة غلطة. الإرادة ليست أو العزيمة ليست مربوطة بالاكتئاب، والناس اللي عندهم اكتئاب مش نقصي إرادة، فما شيء أقوى منهم وأبلغ منهم. الناس كأنه إنسان ديابيت وتقول له يلا يزيت، يلا ما تكونش ديابيت، يلا حاول أخرج من الديابيت. الحالة المرضية مش بالإرادة نتجاوزها، مش بالإرادة، ولا نقول لما نقول له نقص في الثقة بالذات، أو نقول له أنت ما عندكش عزيمة، كأني نكبله بعقد الذنب أكثر من الكآبة اللي هو حملها. إذن لضروري المحيط يكون مساعد للمكتئب، مش يزيد يثقل عليه باتهامات لا صلة لها بواقع المريض المكتئب. الاكتئاب هو حالة مرضية وتتطلب علاج، ولازمها مساعدة كما قلت بكري بالأدوية. بعض مرات عندما تكون حالة اكتئاب حادة ضروري أنه بعض الأدوية تعدل ميزان، تعمل توازن الدوزن بالموسيقى، يدوزن يعمل نوع ما من التوازن في حالة الإفرازات الهرمونية، ويمكن بعدها بعض المساعدات العلاجية النفسية كما قلت تساعده على أنه يضبط هالسلوك ولا المزاج، ويخليه دايم، يخليه يدوم، ويخليه يتغلب على الإفرازات. أنا آخر حاجة نقول، كما بكري قلت الدوبامين ولا سيروتونين ناقصين في الإفرازات، ينجم الإنسان يستفز. تذكر مرة عملت معاك بتهيألي أو مع رحيم مش المذكر على تمرين التنفس، وكيف السيروتونين 90% من السيروتونين موجودة في المعدة، كيف بتنفس مطول معناها الانسبيراسيون كنشيش بد الهواء بشكل استرخائي، واخراج الهواء كانه فما شمعه امام فمه بعيد عن 20 سنتي، يخرج الهواء كان يخرجه بالباي، يخرجه على مدى، مثلا نعطي مثال، نسحب الهواء جبده واحده، وفي اخراج الهواء ناخذ 3-4 اوقات، ننفخ الهواء بدرجه انه على الشمعه اللي بعيده 20 سنتي على فمي، ما غير ما نطفي النار، نحرك النار ما غير ما نطفيها، كاني نخرج الهواء بالباي، نخرجه بقليل، ونحط يدي، نشبك ايديا ورا راسي، حاله ما نشبك راي ايديا ورا راسي الديافراغم مش يرتفع، والمعده تتسع الى 10 مرات من حجمها،
وهذا الحركة مع التنفس يخلي السيروتونين ينتشر في البدن ويعمل نشوة. إذا قادر أنا نستفز السيروتونين اللي هو هرمون مسؤول على السعادة وعلى النشوة، قادر أستفزه في جسدي ونغير من حالة توازن جسدي الهرمونية. نقول أنه فما حالات أو بعض التمارين تساعد المكتئب أنه يغير بيولوجيا جسده، يغير في فيزيولوجيا جسده، في إفرازات الهرمونية في جسده بحالات يتعلمها مع معالج نفسي أو مع طبيب نفسي يتعلم هالحالات دي ويغير مزاجه لحظيا في هذا الإطار. فما تمرين آخر هو ما نسميه لليوسير، المكان الآمن. نطلب من إنسان أنه إشنية، لو نقول لك يا سوار عندكش ذكرى فرحة كبيرة في حياتك، ذكرى لحظة أنت فرحة فرها فرحة فرح كبير، عندك ذكرى؟ عندي. إشنية ذكرى في أي مكان؟ ممكن فرحة نجاح تخرج. تتذكرها بالضبط؟ أكيد. لحظة ما أنت بالضبط؟ لحظة أعلان النتيجة متاع التخرج وإلا المعدل متاع التخرج في السوتنونس معناه. في السوتنونس تتذكرها اللحظة دي اللي قالوا لك يا سوار أنت عندك المعدل كذا ونجحت؟ تذكر. لو تتذكر أنا كمثال يعني احنا بناخذ المثال متاع لحظة الفرحة هذيك باش تسترجعوا في الحاضر. هو مثال وعلى المستمعين أن يشوفوا أمثلة تخصهم، أن تذكرك اللحظة ذيك ونغمض عيناي للحظات ونسترجع اللحظة ذيك اللي نجزت فيها وهم يعلنوا لي في النتيجة وشنية الرائحة اللي تتذكرها في اللحظة ذي من اللحظة ذيك، شنو أصوات اللي تتذكرهم باللحظة ذيك، شنية الأحاسيس الجسدية بحيث وانا قاعد استرجع عمليه استرجاع للذكريات. للذكريات مش على مستوى الذاكره الصوريه برك والفكريه الأحساس. وانما الاحاسيس الخمس، يليت الاحاسيس الخمس تكون نمزجها بك اللحظه ذيك بحيث الذاكره تلامس الروائح والاحاسيس كينستيزيك معنى الملامسه اصوات المذاق، بحيث لما تتذكر وتستفز الأحاسيس الخمس باش يساهموا في الذاكرة انت قاعدة تقوي في لحظة الذاكرة ذيك. أكل الذاكرة ذيك نقول لو كانت اللحظة هي الآن، لو نعمل شريط فيديو على اللحظة ذيك وتكون شريط فيديو ديما معايا حال ما يكون عندي لحظة اكتئاب، نحط في المسجل شريط الفيديو متاعي ونسترجع كل لحظة ذيك. شنو أهميتها هالذاكرة؟ الذاكرة السعيدة دي أهميتها أنه لما الجسد يسترجع الذاكرة ذيك ما غير ما يشعر الجسد مش يفرز الهرمونات النشوة اللي كنا نتكلم عليها الدوبامين ولا سيروتونين، بحيث أنا من خلال ذاكرة كسات عندي لذاكرة لحظة فرحة قصوى كما قلت عظمت الذاكرة ذيك بالأحاسيس الخمس، خليت الكسات دي في متناول يدي، كل ما انا محتاج باش نعظم لحظة الفرحة نحط الكاسات ونسترجع اللحظة ذيك كأني عايش هاللحظة ذي، وهذا يساعد انه الجسد يفرز الهرمونات الخاصة بالنشوة وبالفرحة من غير ما نشعر مزاجي يتغير. واحنا تو باش نسترجعوا الذكريات والفرحه مع اغنيه صوت وائل جسار في اوعدك ونرجو لكم ما تبدلوش موجه، خليكم ديما معنا على 90 كافة. منتدى الحياة. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة، مرحبا بكم، المشوار مازال متواصل معكم في منتدى الحياة من توا حتى الأربعة متاع العشية. منتدى الحياة. مازلنا مواصلين معكم، مازلنا باش نسمعوا استفساراتكم ومختلف اسئلتكم فيما يخص موضوعنا لليوم. نعاود نذكر الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع، موضوعنا لليوم الاكتئاب، بدينا نسمعوا في استفساراتكم ومازلنا مواصلين كما قلت في السؤالات اللي تخص الموضوع هذايا في اطار تعريفنا لهالمرض هذايا والا المشكل اللي يعانيوا منه اليوم، مرض العصر اللي يعانيوا منه برشا توانسه، وللاسف التشخيص للمرض هذايا ما يكونش، ما زالت المعلومه ما وصلتش لبرشا من الناس
لهنا في تونس، وخاصة أنه المرض هذا اليوم منتشر حتى على مستوى عالمي. نسمعوا استفسار مواطن وبعد نرجع لكم ونرجع للنقاش مع الأستاذ فيصل كعبي، مختص ومعالج نفسي. بربي أستاذ فيصل، عندي سؤال بالنسبة للاكتئاب. الأكيد أنه فما اختلاف معناه في أنواع الاكتئاب، دونك بالطبيعة مش تولي تكون فما اختلاف في طرق العلاج وأنواع العلاج، كيف كيف عنا البسيكولوج والبسيكياتر. هنا وقتاش نفرقوا بين أنهي الحالة اللي لازمنا نوجهها للبسيكولوج وأنهي الحالة اللي نوجهها للبسيكياتر؟ وأنا كجون ما عنديش فكرة شنو الفرق بين البسيكولوج والبسيكياتر، وقتاش نعرف اسكو تو لازمني نمشي للبسيكولوج ولا للبسيكياتر؟ دونك هذا سؤال، وميرسي بوكو أستاذ فيصل. هذا سؤال مستمع يقول وقتاش التشخيص، وقتاش نجم نمشي؟ معناتها انت تجاوبنا استاذ فيصل. بارك الله فيك في المداخله والسؤال هذا قيم وصحيح، يمس ثقافه غايبه حتى عند المختصين بعض المرات. الطبيب النفسي هو طبيب في التكوين وطبيب جنراليست، ثم يعمل تخصص في الأمراض النفسية ويعالج أساسا تدخلاته أساسا بالتربية أو التكوين الجامعي، يعالج بالأدوية. الآن تغيرت البسيكاتري، ما نسميه البسيكاتر، تغيرت كثير المفاهيم في موضوع البسيكاتري، لأنه في وقت من الأوقات كان يعتبروا هذه مدارس كانت تجول في العالم، يعتبروا كل الأعراض والأمراض النفسية هي أسبابها فيزيولوجية جسدية، ولهذا من هنا جات البريسكريبسيون بتاع الميديكامون، يكفي باش تعطي بعض الأدوية يتغير مزاج بعض الأمراض. لكن مع تطور العلمي واكتشاف أساليب علاجية نفسية، بدأت مع فرويد في بالتحليل النفسي، ثم الآن العالم يحصي حوالي 700 مدرسة أو طريقة علاجية نفسية من غير أدوية. هذه كلها مكملات لبعض. بعض يمكن التصورات اللي لنهي هالمقارنة بين البسيكاتر والبسيكولوج والبسيكوترابيوت، أنه إحنا نقول الأدوية وضرورية في العلاج عندما يكون المزاج حاد والطرق العلاجية النفسية مش قادرة تخفف من حدة الأعراض هذه، يلزم تدخل بالأدوية لتعديد الجسد. أنا دائما أدافع على أنه دائما نقولها ثلاثة مستويات أو مكونات للأنا أو للوعي بالأنا في اللحظة الحالية، هي المكون الأفكار والصور رفلكسيف، معناه كل ما هو ذهني فكري الصور، فما الجانب الانفعالي العاطفي، وفما الجانب الجسد الأحاسيس. هالثلاثة مستويات مرتبطة دائما ببعض، وأي تدخل على مستوى من المستويات الثلاثة يحدث تغيير في المستويين الآخرين. إذن دائما لما تغيب المنافسة وتقع الأخلاقيات المهنية، الطبيب النفسي يمكن يستعين بخبرة الأخصائي النفساني أو المعالج النفساني لمعالجة حالة من حالات المرضية، لأنه كما قلت اليوم معالجين نفسانيين متدربين على طرق علاجية حديثة تختصر فترة العلاج إلى كيما العلاج بحركة العينين، تختصر إلى 3-4 حصص بعض مرات، ونخرج من معضلة كانت قبل بالأدوية تأخذ معنا سنوات. كيما حالة الاكتئاب، ينجم حالة الاكتئاب من خلال العلاج بحركة العينين نمشي إلى الحدث الديكلونشور اللي أحدث هذه الكآبة عند الإنسان، واللي دامت معاه لصدمة نفسية معينة دامت معاه لسنوات، يمكن علاجها في 4-5 حصص، قبل كانت تأخذ أشهر. إذن الطرق العلاجية النفسية قادرة تكون مساعدة لطبيب نفسي يعالج بالأدوية، تنجم اختصاصات أخرى، وهذا التعاون بين الاختصاصات، أو
اخصائي نفساني يعمل تقييم ما نسميهم لي تيست، ينجموا فما لي باتري نتاع التقييميه ينجم يحدد للبسيكاتر حده هالعارض هذايا او عمقه من خلال لي تيست اللي يجريهم الاخصائي النفساني. اذا فما تعاون مفروض بين الثلاثه مكونات الطبيب والاخصائي والمعالج. اخر شيء لما تمشي، قال لي وقتاش تمشي مفروض انك تمشي لطبيب نفساني، واذا يكون الاخلاق المهنيه حاضره اذا حاجه ينجم يساعدك بها من خلال ارسالك الى معالج نفساني متدرب على طرق علاجيه حديثه يساعدك في بعض الحصص على تجاوز ازمتك، ينجم هذا يقع. ولا العكس، تمشي لاخصائي نفساني ويشوف انه حالتك تتطلب بريسكريبسيون معناها تسجيل ادويه وهو ما يكونش في اختصاصه، ينجم يرسلك الى طبيب نفساني لكي يعطيك الادويه اللي تستحقها. اذا التعاون بين الثلاثه اشخاص هذوما ينجم يكون وارد في الحياه المهنيه ويساعد اي مريض على تجاوز، لان المهم هي مساعده الناس على خروج من ازماتهم مش استغلالهم لمسائل مهنيه مادية. هذا فيما يخص طرق العلاج. مازال عنا استفسار آخر طبعا شوية نسمعوه. كنت أستاذ تحكينا على طرق العلاج، أنا حبيت ناخو معك نسلط الضوء على نقطة التعامل. اليوم العائلة كيفاش يتعاملوا مع الشخص المكتئب اللي موجود معهم، كيف زاد في المحيط العمل في مختلف معناتها وين ما نكونوا موجودين مع شخص يعاني من الاكتئاب، كيفاش لازمنا نتعاملوا معه خاصة وقت اللي نبداو قراب من الشخص. يعني يهمني في هذا سؤالك نقول عندما الاكتئاب يكون عند الأطفال وما نستهينش به، عندما الطفل يكون منزوي وما يشاركش في القسم وما يشاركش في الدار ودائما يلوج، هي لازم التحري ما نلصقش فيه. وانا اذا علاش نحجم على بعض مرات على بعض المعلومات ما نعطيهاش باش الناس ما تجازفش بإلساق تشخيص لحالة معينة يقول هذا حالة اكتئاب ويلزمه كذا كذا. لا، ما نلعبوش الطبيب في الدار، ما نلعبوش الأخصائيين في الدار، خاصة في الوقايات الحساسة هيك. هذه في الأمور الحساسة ضروري نخليه أصحاب الشأن هما اللي يشخصوا ويحطوا إتيكات معينة على عرض معين، على اضطراب معين، على مرض معين. أنا دوري كولي إذا لاحظت سلوك غير سوي، إذا لاحظت إن انزواء مبالغ فيه للأطفال، إذا للأطفال ولا للكبار ولا للمراهقين، وهذا الأطفال والمراهقين يمكن يكونوا عرضة لبعض الظروف الاجتماعية ولا العائلية ولا حتى في ظروف فيزيولوجية خاصة داخلة كما قلت لك وراثية، نجم تكون الأطفال عرضة لهذا من غير ما ينتبهوا الأولياء لسبب هالسلوك هذايا. ضروري الأولياء يبادروا على عرض أبنائهم على أخصائيين أو أطباء نفسني يعملوا تشخيص يريحوا بالهم ويريحوا ضميرهم. إذا لاحظوا أنه فما شيء مبالغ فيه، حزن مبالغ فيه، مثلا انطوائية وأفكار سلبية مبالغ فيها، مرة أخرى نسطر كلمة مبالغ فيها أو تقلقنا، ضروري ما نلعبوش نحن دور العالم المختص اللي مشي شخص، وإنما نمشي للمختصين باش يعالجوا. كيف شنية السلوك الوالدين اللي ضروري يكونوا الرفق، كما واحد مرة أخرى عنده ديابات، عنده إنسان عافاكم الله رجله مكسورة وهي في البلاتر، هي في الجبس، ما نجيش نطلب منه أكثر من طاقته. ما نجيش الإنسان عنده اكتئاب ونقول له تتحرك، تمشي يعمل كندادك، تمشي يلعب رياضة، امشي النادي، امشي. مش مسألة عزيمة كما قلتها بكري، مش مسألة إرادة. فما أشياء والكآبة يمكن تكون فوق طاقة الإنسان، وضروري المكتئب عنده محتاج حاجة واحدة مرافقة. لو نفهمها هي محتاج أنه شكون يتفهمه،
انه انسان يكون يقول له الله نجم نعذرك، محتاج انسان يعذره ويتفهمه ويساعده. لما تتفهمه كنت لو كومبرون، كي نتفهم وضعه وصعوبة صعوبة عدم قدرته على السيطرة على الحالة دي، هي بحد ذاتها مريحة وتساعد الإنسان. هذيك أول خطوة في المساعدة، أنا نتفهم الإنسان نقول له يمكن هالشيء ذي خارج إرادتك وخارج طاقتك، وضروري أنه إحنا والديك نساعدوك، ويمكن نأخذوك على مختصين بأشياء بسيطة. اليوم العلم تقدم ونطمن الناس كل العلم اليوم وأدوات العلاج بخصوص العلاجات البسيكوثيرابيتيك تطورت بدرجة مذهلة مذهلة. أنا مختص بعض مرات نشوف أشياء مبتكرة حديثا من 3 سنوات أو 4 سنوات. أنا واحد الناس أذهل بالابتكارات الجديدة في العلاج النفسي، وهذا تفتح لنا أمل أنه أي كانت الأعراض اللي يمكن يعيشها الإنسان فما أجوبة لكل سؤال جواب اليوم، فما أجوبة سريعة تسعد الإنسان أنه تختصر مسافات العلاج في بعض الحصص 3-4 حصص، وبأدوات مساعدة كما اليوم أدوات الاسترخاء تعدت، كما بكري نحكي في مسألة التنفس أو مسألة المكان الآمن أو المكان المفرح، فما أدوات بسيطة تساعد الناس على أنهم يتجاوزوا حالات كان صعب تجاوزها سابقا. باهي، عندنا استفسار في نفس السياق هذا في تجاوز الحزن بعد فقدان شخص عزيز، هذا الاستفسار اللي باش نسمعوه بعد استاذ جاوبنا عليه. تفضل. سي فيصل، انا عندي بابا عزيزي توفى عنده اكثر من شهر، وانا لتوا اللي نجمت ننسي، نحس في روحي ديما متقلقه، ديما نمشي ونقعد وحدي نبكي، ما نثلق بروحي كان اللي انا تبدلت المود نتاعي فاسيلمون. اسكو هذا هو الاكتئاب ولا لي؟ وكان هذا الاكتئاب كيفاش انا نخرج من الحاله هذه، خاطر تعبتني برشا. كيفاش نخرجوا من حالة الحزن ولا كما تسميها معناتها المدخلة معنا الاكتئاب، هي تقول بعد فقدان شخص عزيز عليها، بعد حالة موت، فقدان موت. هي قالت عزيزها توفى عنده شهر. شهر هي مدة، احنا حتى في عاداتنا تقاليدنا العربية الحزن يعني نسميه 40 يوم، يقول لك تعدى 40 يعني معناها مرتئين في مخيلتنا المجتمعية أنه الحزن يدوم، الحزن يدوم 40 يوم، فما 40 يوم ما يشعلوش تلفزة وتراديون في الدار. حكاية 40 أنا ما عندهاش أنها رمزية، هي فقط هي رمزية، ما عندهاش أسباب علمية. يعني الحزن مش بشوفه بعد 40 يوم واقعيا، لكن يخف من شخصية لشخصية كما قلت، من شخصية لشخصية. المتقبلة قالت حاجة، وذا علاش قلت لك بعض مرات الحالات لا تشخص من سؤال واحد. يمكن لو كانت أمامي كنت أطرح عليها بعض الأسئلة، مثلا أشياء قالت أنه عزيزي توفى من شهر ولحد الآن ما زالت حالة الحزن، وبعض مرات أنزوي ويتعكر الحزن ويتعكر مزاجه، ينظر الحزن. هذا سؤالي الأول استشرافي، ينظر الحزن مرتبط بصور أو بذكرى الفقيد، أو ذكرى الفقيد تحير أشياء عندها تعظم من حزنها، تعظم كما قلت لك بكري، فما أشياء اللاواعية يمكن مرتبطة بصدمات سابقة نسيناها، ولكن كأنه فجأة تحير التراب وفجأة يتعاظم الحزن أكثر مما يجب. إذن هل هو مربوط بالفقيد بحد ذاته وحده، أو مربوط بأشياء ثانوية أخرى تتجمع بعضها وتعمق من مسألة الحزن؟ الحزن شنو شنية مظاهره بخلاف البكاء ولا شنية، فماشي أشياء أخرى، هل فما مسألة النوم اضطراب، هل فما الأشياء تنعدمها؟ إذن فما أشياء أخرى، عناصر أخرى تساعد على التشخيص الحقيقي. باش نفهمه في كل الحالات نقولوا هذه فترة حداد، وشيء طبيعي في فترة الحداد أنه يكون فيه حزن، أن يكون فيه
ألم. أنا والدي توفى في 2003 وأنا في فرنسا وما كانش في 2003، كان بن علي هنا وما كنتش عندي إمكانية نرجع لتونس، وبقيت كل لأني ما ودعتوش. إذن بقيت لي بعض الأشهر والسنوات نقول كل ما نذكر والدي الدمعة تهبط، ولكن هذا ممزوج في ذهني بشوقي للبلاد وشوقي للأهل. إذن فما برشا عوامل يعني تنجم تدوم بعض العوامل تخلي نسميه لدوي الحداد يتمدد أكثر من 40 يوم، ولكن كما قلت تمتزج فيه اعتبارات أخرى وعناصر أخرى تخلي هالحداد ما يكتملش. فما ناس الحداد يدوم معاهم لسنين طويلة، وفما ناس لا وفما ناس اللي قلت لك لسبب. أنا أحد الحداد تجربتي العملية، أحد الأشخاص جاء وعنده هالفترات الهشة، نقول الهشاشة في الحزن والبكاء في أبسط الأشياء، هو أنه الحداد مع والده ما اكتملش ووالده مات لسنوات طويلة. ما نقولش الحل ذي اللي أعطيته المريض ذي يمشي مع كل الناس، ما يمشيش مع الناس الكل. قلت له فمش حاجة كنت تقول حبيت تقولها لوالدك وما قلتهاش، تحبش تكتب له رسالة؟ وكتب الرسالة وجابها الحصة اللي بعدها وقلت له رسالة تقرأها على قبر والدك، كأنه فاصل وانتهى. فما أشياء مخزونة في داخله كان يحب يقولها لوالده في حياته ما قالها لوش. نقول لك كيفناش الحداد بعد مرات يبقى مفتوح، حال ما قل رمزيا الرسالة دي والكلام اللي حب يقوله لوالده في حياته وما قدرش يقوله في حصة علاجية، وصل يقول هالكلام ذاية ويتخيل انه وصل لوالده، كأنه سمحنا بهذا انه يكمل فترة الحداد وحالة البكاء انتهت وحالة الهشاشة انتهت. نقول لك بعض مرات الحداد يوقف عند بعض الناس والحزن يدوم لأنه فما أشياء تمنع المشاعر الذين تمشي لمداها. كيف في العلاج النفسي ترفع هالأشياء المانعة لهالحداد ويتواصل الحداد ويغلق الحداد؟ عنده خمسة مراحل. عادة المرحلة ذي تنجم تدوم 3 أيام، تنجم تدوم 40 يوم. هي المسألة المرحلة الأولى أنه لما يجينا الخبر أن فقدنا عمل لو نقول مستحيل مش ممكن، كأنه النكران لديني تسمى بالفرنسي، ننكر هالمسألة ذي. المرحلة الثانية هي مرحلة الغضب، واحد فقد عمله المرلولة يقول مستحيل، جاء الباترون قال له اليوم ما عادش مش ترجع للخدمة، المرلولة ينكر مش ممكن مش مستحيل كيفناش. وبعدها حالة الغضب، المرحلة الثانية الغضب، المرحلة الثالثة هي المرشنداج البيع والشراء، المرحلة الرابعة هي الحزن، المرحلة الخامسة هي القبول، قبول بالأمر الواقع هذا اللي صار. إذن هالخمسة المراحل هذه نجم تمر بسريعة، والحداد هذا نجم يكون في العمل، نجم يكون في فقدان شخص عزيز، نجم يكون في طلاق، نجم يكون في مختلف الوضعيات اللي تتطلب الحزن. خمسة مراحل لازم نمر بهم. لما حاجة تمنع مرحلة من المراحل أن الدم تتم، ينجم الحداد يكون منقوص ويتواصل المراحل نتاعو ما مشيناش للاخر. باهي استاذ، نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى وبعد نرجع لكم اذا كان عندكم اي استفسار. 70 35 120 ديما على ذمتكم. منتدى الحياه، منتدى الحياه الأربعة غير درجين، هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم في منتدى الحياة. بدينا معكم المشوار في حدود ماضي ساعتين وربع وتوصلنا معكم إلى حدود الوقيت هذية. موضوعنا لليوم كان الاكتئاب. بدينا بالأمل، احنا بدينا بغنية كارول سماحة انسى همومك والأمل والكلام الإيجابي اللي موجود في الغنية هذية، وأكيد زيدا نحاول نختموا حصتنا ختامها مسك بالأمل معك أستاذ فيصل. وتواصل معنا الأمل حتى خلال الحصة أكيد، احنا حتى وإحنا نحكيوا على الاكتئاب ولكن ديما بروح الأمل والتفاؤل ديما. إن شاء الله زيد الناس اللي يسمعوا فينا يكونوا ديما إيجابيين، يكونوا ديما متفائلين بديما فما أمل، وإحنا ديما بالأمل نعيشوا. أكيد بلاش أمل ما نجموش نعيشوا. حبيت في آخر الحصة أستاذ فيصل منعرش ميساج نصيحتك للناس اللي يسمعوا فينا وإلا الأشخاص اللي يعانيوا من الاكتئاب.
تعرف. نعرف نعرف أيوة، هذه في حد ذاتها مشكلة حكينا فيها أنا وياك. صحيح. ميساج من عندك أنت للناس اللي يعانيوا من الاكتئاب ولا للناس اللي يسمعوا فينا زاد؟ هي المساج يحمل الأمل، لأنه كما قلت اليوم العلم تطور وفما أدوات لعلاج كل الظواهر وكل المصاعب اللي يمكن يعرفها الإنسان. الشيء الوحيد أنه ما نستسلمش لكل ما يعكر المزاج، لكل ما نستسلمش للحالات المزاجية اللي ما فيهاش أشياء موضوعية، ما فماش فقدان شيء موضوعي، فماش ضغط موضوعي نقول والله الحاجة الفلانية عكرت لي جوي. لما يكون مزاج متعكر من أصله من غير ما ولا سبب موضوعي، ضروري أنه نستعين بالعلم، نستعين بذوي الاختصاص، واليوم ينجموا يمدوكم بأيسر الأمور، لأنه كانت فما فكرة سابقا أنه اللي يمشي لبسيكاتر ولا يمكن يداوم معاه الدواء، الفكرة مغلوطة، هي مغلوطة أنه تبقى معاه طول الحياة. نقول رأي اليوم مسألة أيام وأسابيع يخرج منها الإنسان من حالة متعكرة، حالة مزاجية تعبة، أما التعب هو ولا التعب محيطه، أما التعب هو ولا التعب ذريته. إذن خلينا اليوم عنا العلم يوفرنا الإمكانيات، خلينا نأخذ بالأسباب. وأنا نذكر المؤمنين المؤمنات الناس اللي رأوا رب العالمين في سورة الكهف يقول والأخذ بالأسباب، ضروري ما نمشيش للشعوذات العلاجات أو الوصفات الغير العقلانية الغير العلمية. راي الكآبة تنجم تكون مرض، تنجم تكون اضطراب، تنجم تكون عارض مرافق لأمراض أخرى. خلينا نمشي المختص وهو يحددنا ماهية هالاكتئاب ويخلينا نعالج هالظاهرة هذية ولا هالمزاج هذية. إن شاء الله الناس كل متعافين والناس كل في صحة دائمة. وإحنا هدفنا من برنامج هذا منتدى الحياة هو تغيير كما قلنا المعتقدات الخاطئة، باش نعيش في صحة نفسية وصحة جسدية دائمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله صحة جسدية ونفسية دائمة للجميع وللناس اللي يسمعوا فينا. إحنا هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا في آخر الحصة. نشكر أمنة بوخيت ونوفل الشرطاني اللي أمنوا لكم البث المباشر كوتي تكنيك. نشكر زادة شاكر الشحاوي ومحمد سيف الدين بولعريس اللي زادة أمن لكم البث المباشر. في أقل من 5 دقائق يجيكم الزميل حسين النبتي في موجز الأخبار، أهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية. سينو تابعوا بقيت برامج الحياة فيم جوك على 93. نخليكم مع أغنية أميرة الصحبي في عيش الحياة، وانتم زادة عيشوا الحياة وتفائلوا. خليكم كلكم أمل في لمين نسكن يوم جيعان ويوم شبعة. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.